بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم مرة أخرى. نهاية موسم وبداية موسم، من الصيف إلى الشتاء وما بينهما خريف، عندنا محاصيل بتبقى مكملة، أو مش المحصول، الشجرة نفسها شجرة معمرة في الأرض الزراعية، يعد عليها صيف وشتاء وخريف وربيع، وهي متحملة صامدة أمام الظروف المختلفة. ولكن يجب الانتباه أن هناك بعض المعاملات أساسية لازم أنا أقوم بيها كمسؤول عن هذا البستان ورعيها، لأن في وقت مش هيكون عليها ثمار، بس هو ده الوقت اللي أنا ببني فيه الإنتاج القادم، اللي أنا بغذي فيه الشجرة عشان تديني أفضل ثمارها. طب الوقت اللي احنا فيه ده مفروض نعمل ايه؟ وخصوصا ان في اتصالات جات لي امبارح في البرنامج وجات على صفحة القناة بتسأل عن تغذية الأشجار في هذا التوقيت، هل ليها معاملات مختلفة؟ هل ليها تسميدات؟ طب الري شكله ايه؟ طب التقليم نعمله ازاي؟ استفسارات كتيرة جدا، وياريت أسمع من حضراتكم كمان أي استفسار مرتبط بهذا الملف. النهاردة أنا بيشرفني الدكتورة فاطمة قطب، باحث أول بمعهد بحوث البساتين. ازيك يا دكتورة فاطمة؟ زي حضرتك استاذ سامح، ربنا يكرمك. نورك. الوقت ده أخبار الأشجار الموالح إيه؟ التوقيت ده من هذا الموسم؟ الوقت ده قناة مصر الزراعية بتختاره لحلقة الموالح في منتهى الأهمية لمحصول الموالح النهاردة. احنا النهاردة داخلين على شهر سبتمبر، خلصنا مرحلة انقسام الخلايا ودخلنا في مرحلة زيادة الثمار في الحجم، ودلوقتي بنوصل للحجم المميز للصنف ولبداية مرحلة كسر اللون وأخذ اللون المميز لكل صنف من أصناف الموالح، اللي فيها لازم نكون حريصين جدا على إجراء العديد من المعاملات الزراعية والممارسات الزراعية الجيدة اللي بيها نضمن إن احنا نحافظ على المحصول بتاعنا لغاية القطف بصفات جودة عالية جدا، ومحصول كبير إن شاء الله، ويعني دخل كبير لكل المزارعين، ويكون موسم كله خير وبركة على الكل يا رب يا رب إن شاء الله. هنبتدي نقول مقدمة صغيرة. مصر للسنة الرابعة على التوالي بتتصدر المركز الأول في صادرات الموالح على مستوى العالم. احنا السنة دي من أول يناير لآخر شهر 6 بانتهاء موسم تصدير الموالح صدرنا 1,846,000 طن الأول على مستوى العالم. مش هيخفى على حد ان محصول الموالح هو الأول من حيث سواء المساحة أو الإنتاج ما بين محاصيل الفاكهة على مستوى مصر. لما نبص للفاكهة هنلاقي ان مساحة الفاكهة هي 1.6 مليون فدان، وبتنتج 11.6 مليون طن ثمار فاكهة. الموالح مساحتها 500,000 فدان، بتنتج 4.5 مليون طن ثمار موالح. صدرنا 1,846,000 زي ما قلنا الموسم اللي خلص، وربنا يا رب ييسر ان الموسم الجاي نعمل التارجت ده واعلى منه كمان. مش هيخفى ان ثمار الموالح هي مصدر مهم جدا للعمله الصعبه في الظروف اللي احنا فيها، فبنعمل اهتمام اكبر بمحصول الموالح من خلال العمليات الزراعيه. لما احنا قلنا احنا داخلين بداية اهو من شهر في اول سبتمبر ان شاء الله بكرة، كل شهر وحضراتكم طيبين، لازم نقول ان في عمليات زراعية هتتم على محصول الموالح علشان نحافظ على المحصول اللي موجود وما يحصلش منه اي تساقط في الفترة الجاية، ولا اصابات حشرية ولا غيرها، ونحتفظ بجودة عالية ان احنا تبقى نحقق المستهدف من التصدير، وكمان نحصل على جودة عالية بالنسبة للمستهلك المحلي ان شاء الله. ان شاء الله هنيجي نقول اللي ما لحقش يعمل الدفعه الثالثه بالنسبه للتسميد، اللي ما لحقش يعمل الدفعه الثالثه خلال الشهر اللي فات بسبب ارتفاع درجات الحراره والموجات المتقلبه من الحراره العاليه في الفتره اللي فاتت يلحق يعمله دلوقتي. الفتره دي الدفعه الثالثه من الاسمده بنحط فيها 30% من كميه السماد النيتروجيني اللي معدله من 100 ل 120 وحده في السنه للفدان، بنحط 30% منه دلوقتي، وبنحط حوالي 60% من عنصر الفوسفور، بنحط ال 40% المتبقيه من عنصر البوتاسيوم. بيهمنا نرش العناصر الصغرى 200 جرام من كل من الزنك والحديد والمنجنيز في صوره مخلبيه، بنرشهم رش على الاشجار في الفتره دي. ده اللي ما لحقش انه يعمل العمليات دي او فضل انه ياخرها الى انتهاء الموجه الحاره اللي خلال شهر أغسطس كانت تقريبا مستمرة معانا بصفة مستمرة.
ومعظم المزارعين أخروا عملية إضافة السماد الدفعة الثالثة لأشجار الموالح لأن حرارة الجو كانت مرتفعة ومعدية 40، ومن المعروف أن أشجار الموالح غالبا بيتوقف نموها عند 40 درجة وفوق، يعني درجة حرارة المثلى 40 درجة بالنسبة له مرهقة، مرهقة جدا، ما يقدرش يعني العمليات الحيوية بتبقى أقل ما يمكن ونشاط الشجرة بيكون أقل ما يمكن، اللي احنا بنقول فيه خلاص العمليات مش قادرة أنها تستمر، لأنه درجة الحرارة المثلى لأشجار الموالح بتوصل لغاية 32 درجة مئوية، أكتر من كده بيستمر في النمو إلا أنه بيتأثر بمعدلات بتكون أقل شوية من عند درجة 32. فاللي أخر إجراء إضافة التسميد الدفعة الثالثة لأشجار الموالح في شهر أغسطس ده قرار صائب بالنسبة له، يقدر يحطه دلوقتي علشان إحنا داخلين على مرحلة كسر اللون وتحجيم الثمار، فإذن علشان يحصل على أحجام كويسة تكون مجازية معاه ومغطية التكاليف وتعمل له هامش ربح كويس، يبقى هو يلحق بسرعة إنه يعمل إضافة الخدمة الدفعة ده معادها التالتة الخدمة أو الدفعة الثالثة للتسميد ده معادها من اول الشهر، ميعادها كان في اغسطس. أيوة. من نص يوليو كده لاغسطس، الا ان الظروف المناخيه اللي تعرضنا ليها من ارتفاع درجات الحراره بشكل كبير تعدت ال 40 وال 42 درجه، خلى انه من الحكمه يعني تاجيل اخر شويه علشان دي درجه بالزبط. الحراره هو النبات فيها ثابت بالظبط، لا مش هيقدر يمتص الغذاء بالظبط، فلان اضفت اي حاجه يبقى اهدار بالظبط كده. فدي كانت توصيه المفروض الخبراء بقى والاستشاريين قلناها لكل مزارعي الموالح. وفعلا ناس كتيره جدا تواصلت معانا واخروا الخدمه، فاحنا بنقول لهم النهارده ده وقت مناسب جدا جدا تحين درجات الحراره، وابتدي خلال ال 15 او ال 20 يوم من اول سبتمبر اعمل عمليات التسميد. احنا بنقول ممارسات زراعيه جيده، معناها ايه ممارسات زراعيه جيده؟ ري وتسميد وتقليم، مكافحة حشائش، مكافحة آفات وأمراض، بالطريقة اللي بيها أقدر أحصل على أكبر محصول بأفضل صفات جودة بأكتر استغلال أمثل للموارد المتاحة من كل العناصر اللي قلناها، مية، الآلات والمكنات والمواد اللي بستخدمها في الري، بالنسبة للأسمدة، كل الحاجات اللي أنا بستخدمها العناصر اللي أنا هضيفها اللي هي الدفعة التالتة بالظبط، اللي هي 30% المفروض نيتروجين. أنا كتبت وراك أنا بغش صح؟ و 60% فوسفور اللي هو من 22.5 ل 30 وحدة في الليل فدان في السنة، و 40% من البوتاسيوم اللي هو من 100 ل 140 وحدة ليل فدان في السنة. هنحط الدفعة التالتة دلوقتي. بالنسبة احنا كمان دخلت شهر سبتمبر بيبتدي فيها ظهور الذبابة، ذباب الفاكهة، ويبتدي فيها بداية نشاط البيض بيفقس وبتبتدي تهاجم الثمار الموجودة، فده وقت مناسب جدا، مش لازم أبدا إخواننا المزارعين يتأخروا لغاية لما الثمار يحدث فيها إصابات وتبقى باينة للعين المجردة. هي دلوقتي بتحصل الإصابة من أول دلوقتي، بس انت مش شايف، لان الثمره لونها اخضر والوخزه في القشره ما بتكونش باينه، بتبان بعد كده لما البيض بتاع الحشره الذبابه يبتدي يتحرك ويفقس ويطلع اليرقات بتاعته وهي تتنفس، فبيحصل ان الثقب اللي عملته ده بيتسع شويه علشان هيبتدي اليرقات دي تخرج. النهارده ابتدي اعمل وقايه، ما تستناش لما يحصل اصابه، بالذات مين اللي يبتدي بعمل الوقايه؟ المزارع اللي جنب البستان بتاعه في محاصيل كانت فاكهة زي المانجا زي المشمش زي الجوافة زي الرمان مجاورة ليه، لأنه خلصت المحاصيل دي دلوقتي يبقى الذبابة هتدور ليها على عائل تحط البيض عنده، فلو المزرعتين مجاورين هتخرج من المزرعة دي تروح المزرعة دي. هو يعمل ايه النهاردة؟ يبتدي يحط المصايد الاستكشافية، مصيدة واحدة لكل مساحة 5 فدان، ويبتدي يشوف التعداد بتاعها، لو زاد في الوقت اللي احنا فيه عن 7 حشرات للمصيدة يبتدي يعمل رش جزئي، إما برش صف من الأشجار وترك صف أو رش صف وترك صفين، لكن ما ينتظرش أبدا لغاية أما ذباب ياخد راحته ويعمل إصابات كتير في الثمار والثمار تبتدي تقع. ليه بيرش سطر صف ويسيب صفين؟ لأنه احنا دلوقتي لسه في مرحلة وقاية والعدد بتاع الحشرات قليل، وهو كده كده يقدر النهاردة لما يحط المصايد الاستكشافية ويلاقي ان فيه معدل من الحشرات يبتدي يعمل حاجة تانية اسمها مصايد فرمونية، دي بيحط فيها فرمون مع مادة غذائية جاذبة
وسم اسمه وسم يعني سم من المبيدات الحشريه بتركيز خفيف، ده بيجذب حشرات الذكور بتاعه ذباب الفاكهه. في فرمون كمان. ما هو الفرمون علشان يجيب، طالما الذكور جت ودخلت في المصايد خلاص وخدت الماده السامه دي وقضينا عليها، يبقى احنا كسرنا حلقه التكاثر بتاعه دوره حياه الذبابه من الاول. يبقى احنا قدرنا نعمل وقايه للمحصول بتاعنا من انه يتصاب مبكرا. لكن عشان يجي مزارع يلاقي عنده نسبه اصابه عاليه جدا في الثمار وهي خلاص حصل كسر اللون ووصلت لمراحل من النضج يعني كتير، مراحل كبيره من النضج، ويجي يقول اعمل مكافحه للذبابه ازاي؟ انت اتاخرت قوي. لازم هيحصل فقد الجزء من المحصول بتاعك بسبب ان انت اتاخرت في انك تعمل اجراءات الوقايه في الاول. فاحنا هو بننبه من النهارده، الوقت مبكر جدا والوقت مناسب جدا 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 لاجراء الوقايه. ليه بنعمل الرش صف وصف؟ ولما بنرش تاني مره بنرش نفس الصفوف اللي احنا رشيناها في المره الاولانيه، ما بعكسش. علشان بيكون جاي من اتجاه الحشرات، من الاتجاه زي ما قلنا المزارع المجاوره وفيها اصابات من عوائل اخرى من انواع الفاكهه الثانيه زي الرمان والجوافه والمانجا وغيرها. بالاضافه ان زي ما قلنا انه الرشه الواحده ما بتقضيش على كافه الحشرات يعني الموجوده. اللي اتعلمته من حضرتك دلوقتي ان انا لكل 5 فدان مصيده استكشافيه واحده لو زاد فيها عدد الذبابات عن 7 ابتدي اعمل رشه وقائيه، هرش صف وصفين اسيبهم او صف وصف او صف وصف، وبعد كده بعيد الرش تاني بعد قد ايه؟ اسبوع. بعد اسبوع، علشان لو في افراد ما جاش عليها الرش في الاسبوع الاولاني يبقى انا بلحقها في الاسبوع التاني وبقى احمي باقي المزرعه. الميعاد المناسب للخف والتقليم امتى؟ الميعاد المناسب للخف والتقليم هقول لك بقى لما نيجي نتكلم عن اليوسفي. الميعاد المناسب للخف والتقليم، اليوسفي معروف عنه بالذات اليوسفي البلدي انه غزير الحمل، وانه في ظاهره اسمها تبادل الحمل، يعني يجي في سنه يشيل ثمار اكتر من قدره الشجره على انها تستوعب تغذيها، والسنه اللي وراها ما يكونش عنده كميه من الغذاء في الشجره اللي تكفي انه يطلع محصول اقتصادي. فممكن الشجره يا تشيل ثمرتين 3 10 يا ما تشيلش خالص. يبقى احنا هنا في اليوسفي بيحصل ايه؟ بيحصل من مرحله التزهير شجره الموالح بتطلع حوالي 100,000 زهر، بيعقد منهم يعني من 0.5% لما نقول عقدت خالص ل 3% عقدت ومحصول كويس وجيد جدا ل 3%. في المرحلة دي بيحصل حاجة اسمها تساقط طبيعي للأزهار، بيحصل فيها تساقط للأزهار المشوهة والغير مكتملة التكوين والناقصة اللي هي اوريدي مش هتديني ثمار، ده خف طبيعي رباني. بيجي بعد كده في مرحلة العقد بندخل في رياح الخمسين، بتدخل علينا الرياح بتاعة الخمسين وبداية ارتفاع درجات الحرارة، بيحصل خف للعقد اللي هو الثمار الصغيرة بنسبة تانية. ده لغاية هنا برضو ده طبيعي لأن الشجرة فيه بتتخلص بجزء من الثمار اللي زايد عن قدرتها على تغذيتها، فبالتالي بيحصل خف طبيعي. امتى نعمل بقى الخف بالنسبة لليوسفي؟ نعمله بعد احنا بمصطلح يعني زراعي بعد النقطة اللي هي بعد 21/6 خلاص. نعمل ايه؟ نعمل ايه في اليوسفي؟ بنسيق على محيط الشجرة من بره، نخف ثمرة وثمرة ثمرة وثمرة، دي طريقة. في طريقة كمان بنعمل مكعب خشب. انا دايما لما بحاول اقرب الصورة لحد من المزارعين لما بيكون معايا المكعب الخشب بقول له زي الاربع قوائم بتوع رجلين الكرسي او الترابيزة، ابعاده نص في نص في نص، مكعب خشب بيحطه في محيط الشجرة، المجموع الخضري بتاع محيط الشجرة بيدخله بحيث ان كل المكعب مليان بالنموات الخضرية اللي فيها ثمار، بيخلي من 5 ل 8 ثمار يوسفي في جوه المكعب ده اللي هي المساحة اللي هي نص متر مكعب من المجموع الخضري، علشان هي دي اللي تقدر تديني في النهاية محصول جيد ليه صفات جودة كويسة جدا وتحافظ على مستوى العناصر الغذائية اللي في الشجرة اللي بيه السنة الجاية تحاول ان هي ايه تكون متزنه وتديني محصول، ما تعملش الالترنيت بيرنج اللي هو تبادل الحمل، ان السنه دي حمل غزير والسنه الجايه حمل خفيف. صح. في كمان طريقه يعني سنه وسنه دي اللي ممكن اتغلب عليها.
هي ما بتبقاش 100% لكن بتجيب نتائج طبعا، بس ترفع لي الانتاجيه. بتخلي لي الشجره، طالما هي الشجره اوريدي ما بتنتجش ليه في سنه الحمل الخفيف؟ عشان السنه اللي فاتت تم استنزاف كافه العناصر الغذائيه اللي محتوى الشجره فيها، فلما بنيجي ندخل في موسم التزهير ما بيكونش عندها من المواد الكربوهيدراتيه ما يكفي لان هي تطلع كميه كافيه من الازهار، فما بتطلعش كميه كبيره من الازهار. زي ما بقول لحضرتك ممكن نلاقي 5 ثمار على الشجره كامله، لذلك هي اما بيحصل اتزان غذائي وتسميد كويس وخدمه كويسه للشجره بتحاول انها تعدل من نفسها وتبقى منتظمه الحمل. أيوه. طريقه اخرى من طرق خف الثمار هي الرش بالنفسالين اسيتيك اسيد، من الطرق اللي هي يعتبر خف كيماوي واللي مش بنحبذها قوي كاحنا بتوع موالح، لان انا في الخف اليدوي ممكن ان انا اختار انتقي الثمار اللي هي مش كبيره قوي اللي هي فيها اصابه بعين المزارع او الخبير برضو، غير لما انا اخش بتدخل كيماوي ما بيفرقش، مش هيفرق، فهو ممكن يخف زياده وممكن يخف الكويس والوحش من الثمار، فهنا بنفضل اليدوي احسن. بالنسبه للبرتقال مش بنحتاج خف قوي الا في حاله ايه، عندنا البرتقال لما بيزيد حمل الثمار على الاشجار ممكن الافرع تتكسر، صح، وبنيجي في اخر الموسم نضطر اللي هو من المرحله اللي احنا اللي هو في الوقت ده انا شفتهم وتابعتهم الاسبوع اللي فات، حطوا سندات على شكل واي شيب كده، حطوا سندات عشان ترفع الافرع دي من الارض، لان هي مش مفروض ان الافرع الثمار تلامس الارض لانه بيحصل اصابات فطريه واعفان وغيره اللي فيها بنعمل فقد تاني من المحصول. لا طب احنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي كده، فاحنا من الاول لو كان في كمية تحميل زيادة اللي انا شايف بيها ان الافرع دي مش هتقدر تشيل الثمار وهتعرضها انها تنزل للارض وتلمس الارض ويحصل مواد فطرية وهيحصل فقد في المحصول، فانا من البداية ما استناش لغاية لما الثمرة تبقى كبيرة وابتدي اشيلها تكون استنزفت كمية من الموارد اللي احنا قلنا عايزين اكبر محصول افضل صفات جوده اقل استخدام من كميات الموارد المتاحه عندي. صح. طيب برضو انا شفت ان في خف للافرع نفسها في اشجار البرتقال في الوقت ده اللي في فرع عليه برتقانه واحده، فيقول لك الفرع ده ملوش لازمه عندي في الشجره فبيشيله، صح؟ بالنسبه لخف الثمار احنا بنيجي لازم يكون في بالانس او اتزان ما بين النمو الخضري للشجره، ايوه، والمحصول اللي هي شايلاه. صح. فإذا كان في يعني كثافة زيادة من النموات الخضرية على الشجرة بحيث أن الكثافة دي سببت تظليل لقلب الشجرة، وإحنا بنقول لازم قلب الشجرة يكون يتخلله الضوء والشمس لأنه ده ضرورة لبناء المواد الغذائية اللي هتكون لي المحتوى اللي الثمار بتحتاجه، يبقى إذن لازم أخف قلب الشجرة ده من الأفرع الخضرية. فحضرتك لما تشوف ان هو شال فرع عليه ثمره هو علشان هو عايز يشيل الخضري ما فيش الا ثمره عليه، فبيشيل اقل الاضرار بحيث انه يفتح قلب الشجره يدي فرصه لعمليات البناء الضوئي والتمثيل الغذائي انها تتم بصوره افضل لقلب الشجره. يفتح الشجره اسمها، صح؟ لان كل ما زاد التظليل يفتح قلب الشجره بالظبط، كل ما زاد التظليل وزادت نسبه الرطوبه هيبقى عرضه لاصابه الاشجار والثمار بالاعفان والاكروسات والاشنات وهو يعني في غنى عن ذلك، فبيفتحها، الا انه في المرحله دي يجري العمليه دي بحرص شويه لان احنا بنقول له حافظ شويه على كثافه من المجموع الخضري تقي الثمار من الحراره الشديده والاضاءه الشديده اللي في الاجواء اللي احنا النهارده موجودين فيها. فاذا المساله بيبقى فيها لازم سنس، يعني هو يعمل محافظه على كثافه الغطاء الخضري اللي موجود على الشجره بحيث انه ما يكشفش الثمار فيعرضها للاصابه بلسعه الشمس وغيرها. البساتين محتاجه على فكره شغل ومحتاجه يعني نظام دقيق جدا طبعا، وان انا عندي نظافه في البستان، يعني لما الدكتوره اتكلمت عن ذبابه الفاكهه ما انا عندي الثمار المتساقطه دي التخلص حتى منها لازم لو هي مصابه بذبابه الفاكهه ما هوش عشوائي. ليه تكنيك طبعا، احنا علشان في بيحصل عند بدايه كسر اللون كده وبدايه دخول الثمار في التلوين وكل صنف كده ياخد اللون الاورنج بتاعه الجميل ده بيبتدي يبان انه في وخزات كتير بالثمار من الذبابه وبتدي الثمار دي تقع في الارض.
حاجة من اتنين، لأنه هي وقعت في الأرض معناها فيها يرقات حية، واليرقات دي هتبقى ذبابة وتخرج تعمل إصابات جديدة. يبقى حضرتك هو عنده دلوقتي أوبشن من اتنين يعمله علشان يتخلص من اليرقات دي وما يديهاش فرصة أنها تكمل دورة حياتها. واحد، أنه يعمل حفرة عميقة عمقها أكتر من 2.5 متر، يبتدي يجمع الثمار من كل المزرعة، وتجمع الثمار أول بأول، ما يستناش أسبوع ويلم الثمار اللي من تحت الشجرة، أبدا، يوميا يلم دورة الثمار حياتها سريعة. غير عشان دورة حياتها سريعة، هو في ذبابة حطت البيض بتاعها النهاردة هيفقس النهاردة، كمان واحدة كمان ساعتين هيفقس. أيوة. كمان ساعتين وهكذا. فكل عايز اقول لك كل ساعه بيحصل جنريشن، في جيل جديد من الذبابه الرقاد بتخرج، فلازم يتم تجميع الثمار المتساقطه والمصابه بالذباب ووضعها في الحفره العميقه دي وردمها بالتراب على ارتفاع فوق الثمار ما يقلش عن 30 سم. دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه، في حاله الاعداد الثمار القليله ومصابه برضو لازم يجمعها بصفه على طول دورية ويومية. بيجيب أكياس السماد، أكياس الكيماوي، أكياس المبيدات، أي أكياس بلاستيك مصمطة ما فيهاش ولا ثقب، ويبتدي يجمع فيها كمية من الثمار المتساقطة ومصابة دي، وبيربطها كويس قوي وبيحطها على رأس الغيط بحيث إن هي تكون معرضة للشمس. كمية الحرارة الناتجة من القفل ده والتنفس اللاهوائي بتكون كافية إنها تقتل يرقات الذبابة والحشرات الأخرى اللي جوه الثمره، وبالتالي لغايه ما بتتحلل تمام وبتبقى زي السائل زي الماء. فهو عنده كده طريقتين لازم يتخلص بيهم من الثمار المصابه بذباب الفاكهه. عشان نوصل للرقم تصدير اللي حضرتك كلمت عنه، صدرنا 1,840,000 846 1,846,000 طن السنه دي. هو 1,845 و989 الف طن ثمار مواد. لو عشان اوصل للرقم ده كان في مجهود كبير، مجهود أكيد. من حضراتكم كعلماء ومن تنظيم هذا القطاع. تكويد المزارع كان عليه دور؟ لما بتخش مزرعه متكوده النهارده هل هي بتختلف؟ اكيد اكيد اكيد. انا الحقيقه ما كانش جاي في بالي ان انا هتكلم مع حضرتك على التكويد النهارده، فانا بشكرك عشان اثرت النقطه دي. تكويد المزرعه النهارده انه بيسهل سواء عليا هنا في مصر او على المستورد اللي احنا بنصدر ل 114 دولة على مستوى العالم، بيسهل عليه وهو في مكانه. لو جات له كرتونة في رسالة فيها اصابة بشكل معين او فيها نسبة مثلا مبيدات زيادة ولا عناصر زيادة، اقدر اعرف عن طريق السيريال اللي على الكرتونة دي الثمرة دي جاية من مزرعة مين في منطقة مين في المكان انهي. فالتكويد ده حاجه مهمه جدا 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 جدا. فرق في المعاملات بقى، يعني النهارده لو في مشكله هكتشفها هجيبها. طيب الراجل اللي كود ده الكود ده فرق معاه في ايه في المعاملات نفسها؟ في جهه تواصلت معاه بقى عشان بقى ليه رقم وليه كود؟ أكيد أكيد. الاتجاه للتكويد ومنظومه التكويد ده اتجاه ضروري جدا جدا كلنا نهتم بيه. المزارع البسيط مش هيحبه قوي دلوقتي، لكن لما يعرف ان هو قد ايه مفيد وهيسبب له رفع للانتاج بتاعه وجوده وهيسبب له دخل كويس هيعمله. مين اللي ابتدى يطبق منظومه التكويد؟ الشركات الكبيره. الشركات الكبيره اللي هي عندها مساحات كبيره، اللي هي اوريدي بتصدر وعايزه تحتفظ لنفسها باسمها بمكانها في السوق بالكميات اللي بتصدرها والدخل اللي جاي منه والعمله الصعبه اللي جايه منه. فكان بطبيعه الحال ان هي عايزه تحفظ لنفسها الحق ده باتباع القواعد المنظمة العالمية لمتبقيات المبيدات، لمتبقيات العناصر الغذائية والأسمدة المعدنية، للإصابات سواء حشرة قشرية ولا أكاروس ولا ذبابة ولا غيره، إن أنا خالية من الحاجات دي. فهنلاقي في البداية المزارع الكبيرة اللي ابتدت تطبق، إلا إنه مع تطبيق النظام بتاع التكويد بشكل إلزامي قطاعات كبيرة جدا ابتدت تتشجع وتدخل في القصة دي. ده زي ما احنا قلنا اللي بيتسق مع الهدف اللي عمالين نقوله من الصبح، أكبر محصول أفضل جودة أقل استخدام للموارد المتاحة عندي من ري وتسميد ومبيدات وغيره. يعني التكويد النهاردة هو رفع من كفاءة المنتج، فأنا قدرت أن أنا أكيد. كمان أربط المزارع بمحصول جيد بالأسواق العالمية بسعر كويس.
ما شاء الله احنا صدرنا بس 1,850,000 تمام؟ قربنا على 2 مليون طن يا رب ان شاء الله. وعندنا اكتفاء ذاتي، يعني احنا انتاجنا كمان مرتفع. هل مصر انتاجيتها بالنسبه للموالح مرتفعه مقارنه بباقي دول العالم؟ احنا عندنا النص مليون فدان بينتج 4.5 مليون طن سمار موالح، وصدرنا منهم 1,800,000 نقوله 50. طيب يبقى الباقي ده كله السوق المحلي ما بيستوعبوش، ده اكتر من استيعاب السوق ومن احتياج السوق المحلي. يروح فين بقى؟ احنا عايزين يروح فين دي النهارده؟ لازم لازم هل لازم أنا بفقده نعمل فعلا؟ قيمة مضافة. ما بنفقدوش، لكن بيبقى فيه كمية كبيرة من الفائض اللي لازم استغله بشكل كويس في التصنيع، في التصنيع، واعمل قيمة مضافة. النهاردة الموالح دي بتدخل في ايه في من التصنيع؟ تعال نتكلم من اول الزهرة، الزهرة استخلاص زيوت عطرية، يعني زهرة النارنج، زهرة الموالح من اول الزهر، زيوت العطرية ريحتها خطيرة. اكيد حضرتك بتنزل مزارع وبتشمها في وقت الربيع، بتبقى معبقة الجو، بتبقى حاجة رائعة. خلاص نيجي للثمار، لو نتكلم عن الليمون، الليمون في ليمون مجفف وعصاير الليمون، مفيش النهارده حد ما بيعملش في بيتهم عصير ليمون بالنعناع، منتشر خالص. خلاص مخلل الليمون، خلاص شرايح الليمون للزينه، الليمون على السلطه، الليمون على الفول. خلاص تعالى للبرتقال، مش بنعمل والنارنج والجريب، بنعمل العصاير والمربات والمرميلاد، وبنعمل عندك حاجات المركزات، وبنعمل الشرايح المجففه، يعني الموالح قصدي، بنستخرج منها البكتين، بنعمل فيتامين سي، يعني مفيش حاجة، مفيش ورق شجر. عارفة لو تفتكري من كام سنة، من حوالي 3 أو 4 سنين كنت أدخل عند المزارع يقول لي إيه، أصل أنا مش هجمع الموالح دي علشان حق الجمع أغلى من سعرها. فإحنا مرينا بظروف كتيرة جدا عشان نوصل للنجاح ده. كنت تسمع الكلمة دي يا دكتور؟ فاكرة الأيام دي؟ أكيد. يعني أنا بتكلم ليه بقول كده، مش عايز المزارع ينسى ان انت كان في مشاكل كتيره قوي بيعاني منها القطاع الزراعي، وانا كنت ببقى مستغرب اقول ده خير ربنا سبحانه وتعالى واحنا مش عارفين نسوقه، ويقول لك انا هسيبه على الشجر، انا هحرته في الارض بعد ما اجمعه. كلام كتير قوي كنت تسمعه. هو في الحقيقه المزارع فعلا كان بيقول كده، والنهارده لسه بيقول كده، لانه هقول لك ليه لسه، لانه مفيش حاجه بتبقى حلوه بس من غير ما يكون فيها تعب ومجهود ومشاكل. فالنهارده في ظل مستلزمات الانتاج اللي موجوده واسعارها، المزارع بيحقق ربح اقل من اللي كان متوقعه. طب حضرتك تقدري تحلي له المشكله دي ازاي؟ ازود له انتاج. احنا بنسعى طبعا لزياده الانتاج. مش هو انا بنفس التكلفه دي ممكن نزود الانتاج دلوقتي؟ انا يعني حضرتك لمست نقطه حلوه قوي، انه مركز البحوث الزراعيه، واحنا كمعهد بحوث البساتين وقسم بحوث الموالح بصفه خاصه، يعني معهد بحوث البساتين ده كل شغله زيادة الإنتاج والجودة. إحنا لينا هدف تتحقق من خلال طريقين، من إن أنا أكتر أشتري من الشتلة الصح من المكان الصح، تمام، وأطبق المعاملات الزراعية اللي حضرتك اتكلمت عليها النهاردة، تمام. يبقى ما أقولش بقى أصل مصاريف الإنتاج كترت، ما هي الشجرة عندك وزرعتها، هو كل اللي بيحصل إن أنت بتخدمها، والخدمة لو صح هتقلل من استهلاكك في المبيدات، الخدمة لو في ميعادها المناسب هتزود من إنتاجك. فما نقولش مستلزمات الإنتاج غلت، نقول إحنا هنعمل إيه، وأنا عارف إن حضراتكم تقدروا، علمائنا بيساعدوكم بكل ما يملكوا وما بيتاخروش عنكم. بشكرك يا دكتوره نورتين. شكرا. دكتوره فاطمه قطب، باحث اول بمعهد بحوث البساتين، بشكرك على وجودك معايا النهارده. شكرا ليكم ومصر الزراعيه. شكرا جزيلا. مشاهدي برنامج مصر كل يوم، تصبحوا على خير.